ونور ضريحه وهوي قبره اللهم ارض مقامه مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا اللهم ارض التبته قول الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبي صلى الله عليه وسلم وكفى بالله عليما اللهم ارض يمن كتابه ومن الذي احسن حسنا وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون طيجا من التوابين ومن المتطهرين من عباد الله الصالحين اللهم يا ربي ارحمه وارحم جيرانه وارحم قوة المسلمين وهاد الشباب اولدي الله يصح شبابكم اللهم اغفرنا ولا صلح